ونشاط معرفي للإنسان، فبيدخل الفنان ليكتشف قوانين الطبيعة الموضوعية، غير أنه الفن هو عامل أساسي من عوامل التطور والتغيير. لقونا بالنشاط الفني الأول من نوعه بطرابلس ستريت أرت فير بحرم جامعة العزم، اللي حيكون في مواهب جديدة ناطرة دعمكم وأعمال فنية مميزة، وجامعة العزم عطتني هالفرصة لأعرض أعمالي الفنية، وأنا مرعب مرعب. شوفكم 19 أكتوبر لحكون عم برسم لايف.